مدينة الثقافة ومسرح الفن الرابع تحتضن ولأول مرة المنتدى العالمي للصحافة بتونس أيام 15، 16، و17 من نوفمبر 2018 تحت عنوان صحافة مفيدة للمواطنين. 3 أيام تجمع أكثر من 500 صحفي جاءوا من 30 بلداً واجتمعوا في العاصمة التونسية للتناقش مع المواطنين حول الخبر الإعلامي، فتكون بذلك تونس العاصمة عاصمة للصحافة. رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يحضر افتتاح النسخة الأولى من منتدى الصحافة الدولية في تونس العاصمة. السلطة الرابعة كما يريد منادتها رئيس الحكومة يجب أن تكون حرة تعددية ومستقلة، تراقب عمل أجهزة الدولة وتنتقدها وتسائلها. احنا عملنا خطوات كبيره في تونس، حريه الصحافه حق دستوري مكفول، وهناك قوانين معنا تدعم حريه الصحافه، ولكن ما زال هناك الكثير لحمايه الصحفيين، لحمايه مصادرهم. غايتنا الساميه ارساء ديمقراطيه سويه كامله بلا عرج، غايتنا صحافه حره مستقله لا يشوبها نقص. كلمات رئيس الحكومه موجهه للصحفيين ضيوف تونس وابنائها. أبناء تونس وأبناء الصحافة وجيلها القادم، من بينهم أبناء معهد الصحافة وعلوم الإخبار الذي كان حضورهم مهماً في هذه المناسبة. ورشات عمل وحوارات ونقاشات، إضافة إلى دورات تدريبية مختلفة للصحفيين، جميعها نحو صحافة مفيدة للمواطنين تؤمنها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمع البصري، إضافة إلى اتحاد الصحافة الفرنكوفونية ووكالة الصحافة الفرنسية ومؤسسة مراسلون بلا حدود، كذلك الوكالة الفرنسية لتطوير وسائل الإعلام ومؤسسة انترنيوز ووكالة إعلام بلا حدود وغيرها. كانت في هذا اليوم الافتتاحي المنبر الأساسي لتنظيم المادة الإعلامية ودعم وسائل الإعلام وتطويرها وتأمين وضع حقيقي للصحفيين. تجارب صحفية عالمية مختلفة لكن الغاية واحدة، وهي ضمان تكوين جدي مفيد، وخاصة يعمل طبقاً لقواعد أخلاقيات المهنة الصحفية، هي أساسيات المنتدى العالمي الأول للصحافة بتونس.